2:30. عزيزي المشاهد، من أقوى البراهين والإثباتات اللي بتخلي أي قاضي يبرأ متهم إنه يجيب معاه شهود عيان يشهدوا معاه إنه ما عملش اللي حصل. براهين السيد المسيح على صليبه عندي برهان شهود عيان. شهود عيان عاشوا الأحداث كلها يوم بيوم، وكانوا موجودين يوم 50، يعني بعد 50 يوم من صلب المسيح. أيام قليلة قوي، ما كملتش شهرين. وبينهم وبين جبل الجلجسة اللي اتصلب عليه السيد المسيح كم خطوة، وقف بينهم بطرس الصياد اللي لسه مش عارف أي حاجة خالص، وبدأ يقول لهم بكل شجاعة كده: أنتم بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. لو كان بطرس بيتكلم كلام غلط، كان الجموع اللي قاعدة ديت اللي كلهم يهود، اللي منهم فريسيين، اللي منهم كهنة متعلمين، اللي عاشوا الأحداث كلها، لما يجي يقول لهم أنتم بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، يكون رد الفعل إيه لو هو كذاب؟ كان أمشي نقوم، كان علقوه في الميدان كده وقطعوه حتة حتة، عشان الرجل ده عايز يعمل فتنة طائفية ويثير الناس عليه. لكن كان رد الفعل إيه؟ كل الناس قاعدين صمت مطبق، يعني مفيش واحد قال هه. ده معناه إيه؟ معناه إن الكلام اللي بيقوله بطرس صح، وهم شهود عيان على كده. الموضوع ما بلاش 50 يوم، ما لحقناش ننسى. المكان قريب، ممكن أي حد مش مصدق يروح يطرى على جبل الجلجسة، هيلاقي الصليب موجود، يلاقي الأرض لسه متغرقة دم، يلاقي القبر فارغ. يجي لي واحد بعد قرون عديدة يقول لي: لا ده ما حصلش، لا ده ما اتصلبش، أين برهانك إن كنت من الصادقين؟ يبقى المسيح صلب، مش كده ولا إيه؟